شعت شموس الهدي بالكلمات، فنارت الأفهام بالآيات. أسرج بنور العلم عقلا نيرا، وافتح من الألباب كل جهات. فالكنز علمك حين تنفقه زكاة، والمال لا يزكو بلا نفقات. بين الظلام وبين نور مشرق هدي ينير الدرب بالومضات. بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله على محمد وآله الطاهرين. لعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. قال الله تعالى في كتابه الحكيم: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. صدق الله العلي العظيم. عندما يشعر الواحد منا بالنقص والحاجة والقصور في بعد من أبعاد حياته، فإنه عادة يتوجه إلى القوي الذي يملك رفع هذه الحاجة. عندما يتمرض الواحد منا، يصاب بمرض، هذه حاجة، هذا الإنسان يحتاج إلى العلاج. من الذي يملك مفاتيح العلاج؟ الذي يملك مفاتيح العلاج من الناحية الظاهرية هو الطبيب، والله تعالى أمرنا أن نلجأ إلى الأسباب الظاهرية، فنلجأ إلى الطبيب لكي يرفع هذه الحاجة. تمرض موسى صلوات الله وسلامه عليه، فجلس في بيته وخاطب الله تعالى وقال له: يا الله، أنت الذي أمرضتني وأطلب منك الشفاء، ما أراجع الطبيب؟ فقال له الله سبحانه وتعالى: يا موسى، أتريد أن تبطل حكمتي في خلق الأشياء أو في خلق العقاقير؟ لا يمكن، لابد أن تراجع الطبيب. فراجع موسى الطبيب. إذن الذي يملك من الناحية الظاهرية مفتاح هذه الحاجة هو الطبيب، فنحن نلجأ إلى الطبيب حتى يفتح الله على يديه الخير. عندما واحد منا يشعر بالفقر، فقير مسكين يحتاج إلى المال، من الذي يملك رفع هذه الحاجة؟
الغني، هذا الفقير يلجأ إلى ذلك الغني من أجل أن يرفع هذه الحاجة. عندما واحد منا يشعر بالجهل، من الذي يملك رفع الجهل؟ العالم، يلجأ إلى العالم لكي يخلصه من هذه الفاقة ومن هذا الفقر ومن هذا القصور الذي يشعر به. هذا شيء واضح، ولكن الذي يهمنا في هذا البحث هو أن الطلب من القوي يمكن أن يتم من منطلقين. عندما تذهب إلى القوي وتحاول أن ترفع هذه الحاجة وترفع هذا النقص، هذا الطلب وهذا التوجه يمكن أن يتم من أحد منطلقين. المنطلق الأول أن يكون هنالك قصور في الفاعل. أنت تلجأ إلى هذا الفاعل، يعني هذا القوي، هذا المقتدر، أنت تلجأ إليه لتزيل هذا القصور. أنت تشعر بالحاجة، ومفتاح هذه الحاجة بيد القوي، ولكن هنالك قصور في حركة الفاعل. أنت تلجأ إليه وتطلب منه لكي تزيل ذلك القصور عن الفاعل. يعني شنو؟ يعني الذي بيده مفاتيح الأمور لا يعلم الموضوع، مو مطلع على الموضوع. الغني لم يطلع على أنك فقير، فتلجأ إليه وتشرح إليه حاجتك. لماذا؟ لكي يطلع على ذلك. فإذن هنالك قصور في أي جانب؟ في جانب القوي. القوي لا يعرف الحاجة، لا يعرف أنك فقير، فتلجأ إليه وتشرح إليه الحاجة. هذا المقتدر لم تتحرك عاطفته، لأنه واحد ربما يرى فقيرا ولكن عاطفته لم تتحرك، ولكن قلبه لم يتحرك. هذا لا يمكن أن يعمل لرفع هذه الحاجة، لأنه لم تتحرك عاطفته. هذا الفقير يأتي إلى هذا المقتدر، يأتي إلى هذا الغني ويحاول أن يثير عاطفته. فإذا في هذا النوع الأول من الطلب تحاول أن تتمم فاعلية الفاعل. هذا المنطلق هل يتصور في الله سبحانه وتعالى؟ أبدا. لا يمكن أن نتصور تتميم فاعلية الفاعل في الله سبحانه وتعالى. الله عالم، الله لا يحتاج إلى أن تعلمه حالك، وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. إذن الله لا يحتاج إلى السؤال، لا يحتاج إلى الطلب، لأنه عالم بكل شيء. عندنا حركة الموت إلى الحياة، وعندنا حركة الحياة إلى الموت،
سقوط الورقة من الشجرة عبارة عن حركة الحياة إلى الموت. هذه لحظة الموت، لحظة سقوط الورقة من الشجرة. وعندنا حركة الموت إلى الحياة عندما تستقر هذه البذرة في أعماق التربة، هذه ربما تكون بداية حركة الموت إلى الحياة. الله تعالى مطلع، الله لا يحتاج إلى أن نعلمه بحالنا، لا يحتاج إلى أن نلجأ إلى الله سبحانه وتعالى لكي نرفع عنه الجهل، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. الله تعالى عالم. إذن بالدعاء والطلب من الله نحن لا نريد أن نتمم فاعلية الفاعل. في الغني ممكن مو مطلع على هذا الأمر لأنه بشر، البشر لا يعلم، ولكن الله تعالى يعلم كل شيء، فلا نحتاج إلى أن نعلمه بحالنا. الله تعالى هو الجواد المطلق، الجواد المطلق الذي يعمل ويخلق ويفيض لا لعوض. نحن ربما نعطي لعوض لغرض من الأغراض المادية، ولكن الله تعالى جواد، لا نحتاج إلى أن نثير الجود في الله تعالى حتى يفيض علينا. الله تعالى هو الجواد المطلق الذي وسعت رحمته كل شيء. أعداء الله تعالى، الله تعالى يفيض عليهم من رحمته، ورحمتي وسعت كل شيء. إذن هذا المنطلق الأول، منطلق تتميم فاعلية الفاعل، تتميم فاعلية القوي، تتميم فاعلية المقتدر لا تتصور في الله سبحانه وتعالى. إذن لماذا الدعاء؟ لماذا الطلب؟ لماذا في كل يوم تلجأ إلى الله سبحانه وتعالى وتقول يا من أرجوه لكل خير وآمن سخطه عند كل شر، يا من يعطي القليل بالكثير، يا من يعطي من سأله؟ لماذا تلجأ إلى الله ولماذا تطلب من الله؟ هنالك منطلق آخر. ما هو المنطلق الآخر؟ المنطلق الآخر تتميم قابلية القابل. القابل يعني منه؟ يعني العبد. القابل يعني منه؟ يعني المحتاج. القابل يعني منه؟ يعني الفقير. هذا العبد لا قابلية له للفيض الإلهي، وإلا الله مو بخيل، الله مو محتاج، الله مو عاجز. هذا العبد لا قابلية له، هذا العبد ما وصل إلى مستوى تلقي الفيض الإلهي، فيتوجه إلى الله ويطلب من الله ويتضرع إلى الله. لماذا؟ حتى يرفع هذا القصور. الشمس موجودة، أشعتها موجودة، ولكن أنا إذا أريد أن أستفيد من هذه الأشعة يجب أن أذهب إلى الشمس حتى أستفيد استفادة مباشرة من هذه الأشعة، مو أن النقص والقصور في جانب الشمس، النقص والقصور في هذا الجانب. فلا بد أن تتحرك ولا بد أن تتوجه حتى تتلقى هذا الفيض. فإذا في الواقع، إذا واحد يدقق، إذا واحد يتأمل، الدعاء، الطلب، العبادة من الله سبحانه وتعالى لماذا؟ للجانب الثاني. هنالك نقص،
هنالك قصور. الإنسان بالدعاء يحاول إزالة هذا النقص وإزالة هذا القصور. إحنا في كثير من الأحيان الشيخ الأنصاري رحمة الله عليه، وهو هذا العالم العظيم، الذي تستلهم الحوزات العلمية من علمه ومن تقواه من قبل أكثر من 100 عام وإلى هذا اليوم. هذا الرجل كان هنالك أحد الخطباء العظام، الشيخ الأنصاري كان يتوجه إليه وكان يقول له: عظنا فقد قست قلوبنا، قست قلوبنا، هذا القلب أصبح قاسيا. إذا الشيخ الأنصاري رحمة الله عليه مع ورعه وزهده وتقواه يقول فقد قست قلوبنا، نحن ما الذي ينبغي أن نقول؟ القلب أصبح قاسي، هذا القلب القاسي ما يمكن أن يكون محل للفيض الإلهي وللعطاء الإلهي. رجل ينقل أن رجل جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وقال له: إحنا عندما نذهب إلى المقبرة، أكو في بعض الأحاديث أنه إذا كانت لك حالة فرح فاذهب إلى المقبرة، وإذا كانت لك حالة حزن فاذهب إلى المقبرة، لأنه واحد يذهب ويرى نهاية كل شيء، النهاية اللي إحنا كلنا لازم نتوجه إليها ونسير إليها. فإحنا عندما نذهب إلى المقابر نشعر بحالة رقة في القلب، نشعر بحالة ثانية. هاي الحالة واحد في التعامل اليومي مع الحياة تروح من هذه الحالة، حقيقة قلب يصير قاسي، قلب يصير غافل، قلب غير متوجه إلى الله تعالى. ولكن بعد فترة تروح هذه الحالة، نفقد هذه الحالة. فقال له النبي صلى الله عليه وآله حسب هذه الرواية: لو دامت لكم هذه الحالة لتمكنتم أن تمشوا على الماء كما تمشون على الأرض. إذا هذه الحالة حالة الصفاء وحالة النورانية الباطنية وحالة التوجه إلى الله، الارتفاع عن سفاسف هذه الدنيا، إذا كانت تدوم الله تعالى كان يفيض ويفيض ويفيض، كما كان عيسى ابن مريم يمشي على الماء أنتم أيضا كنتم تمشون على الماء. يعني هذا القلب عندما يرتفع إلى هذا المستوى يصبح أهل للفيض الإلهي وللرحمة الإلهية. النبي صلى الله عليه وآله وسلم يسأل عن اسم الله الأعظم، ما هو اسم الله الأعظم؟ يعني هل هنالك اسم معين هو الاسم الأعظم؟ لا نعلم هذا الاسم. كلمات معينة هي الاسم الأعظم؟ نحن لا نعلمها. عندما يقال إن العابد الفلاني كان يملك الاسم الأعظم، يعني كلمات يقولها، يعني إحنا إذا تعلمنا هذه الكلمات أيضا قلناها يمكن أن نصنع كل شيء؟ في هذا الحديث يقول النبي: كلا، الاسم الأعظم مو كلمات، مو ألفاظ معينة، وإنما هي حالة، الحالة التي يقولها من يتلفظ بأسماء الله تعالى. أي اسم من أسماء الله؟ الله، في دعاء الجوشن تقرؤون أن الله تعالى له 1000 اسم من الأسماء، الجوشن الكبير كلها أسماء الله، الأسماء، الاسم الأعظم، الله، الرحمن، الرحيم، الودود، الغفور. يعني إذا واحد قال يا ودود
فقد دعا الله بالاسم الأعظم. ليش ما يستجاب هذا الدعاء؟ لأن تلك الحالة مو موجودة. الإشكال في القابل، هذا القابل لا قابلية له. فقال صلى الله عليه وآله: كل اسم من أسماء الله أعظم، جميعها تعتبر الاسم الأعظم، ولكن ففرغ قلبك من كل ما سواه. ليكون في قلبك غير الله سبحانه وتعالى، لأن الله سبحانه وتعالى إذا كان في القلب شيء آخر لا يجتمع الله مع غيره في قلب واحد. ففرغ قلبك من كل ما سواه، يعني شنو؟ يعني إذا دار الأمر بين الله وبين المال، المال يجب أن لا يكون مطروح عند المؤمن، لا يكون مطروح عند المؤمن. الله هو الذي مطروح في قلب المؤمن، ذكر الله، المال ما له أهمية. إذا دار الأمر بين الله وبين المال، المؤمن يقدم الله على المال. المقام الاجتماعي، كل واحد منا عنده مقام اجتماعي. إذا دار الأمر بين الوظيفة الشرعية وبين المقام الاجتماعي، من الذي يقدم على أن يتنازل عن مقامه الاجتماعي لأجل الوظيفة الشرعية؟ لذلك في الأحاديث: إن في المؤمن حدة، المؤمن فيه حدة. ليش المؤمن فيه حدة؟ مو حدة الأخلاق، مو أن أخلاقه حادة، أبدا أخلاق المؤمن مو حادة، ولكن فيه حدة الموقف. إذا اقتضى الأمر أن يتخذ موقفا لأجل الله، لأجل الوظيفة الشرعية، وإن تنازل عن مقامه الاجتماعي، ولكنه يختار الله ويختار الوظيفة الشرعية على المقام الاجتماعي. ليتكلم الناس، لا يهم كلام الناس عند المؤمن. ما تكلموا على علي أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه ونحن على أعتاب ميلاده المبارك، تكلموا عليه ولعنوه فوق 70,000 منبر، كانوا يلعنونه. ولكن عليا كان بإمكانه أن يتخلى عما أراده الله، ولكنها الوظيفة الشرعية. المؤمن لا يهمه اللعن فوق المنابر، لأنه مرتبط بالله، لأنه فرغ قلبه عن غير الله سبحانه وتعالى. لعنوا عليا وهو نفس رسول الله صلى الله عليه وآله فوق 70,000 منبر على مدى حكومة بني أمية، ولكن عليا لا يهمه ذلك، فليتكلموا حوله. المهم أنه أدى الوظيفة الشرعية، لم يكن نظره إلى هذه المنابر وإلى هذا اللعن وإلى هذا الشتم، لأن غرضه هو الله، لأنه يتعامل مع الله، لأن منطلقه هو الله. وما هي قيمة الدنيا؟ الله سبحانه وتعالى آتاه الدنيا وآتاه الآخرة فترة من الزمن. لعنوه معاوية في قنوته، كان يلعن عليا صلوات الله عليه ويلعن مجموعة آخرين، ولكن لم يكن يهم عليا ذلك صلوات الله وسلامه عليه. لماذا؟ لأن غرضه هو الله. الآن انقضت تلك الفترة وبقي الواقع التاريخي. الآن في العالم كله لا تجد مثل هذه العظمة لعلي صلوات الله عليه، يذكر اسم الله أولا فوق المنائر في شرق الدنيا وغربها: أشهد أن لا إله إلا الله. ويذكر ثانيا بعد ذكر الله
فوق المنائر في شرق الدنيا وغربها أشهد أن محمد رسول الله. ويذكر ثالثا في شرق الدنيا وغربها أشهد أن علي ولي الله. هذه هي العظمة الإلهية، هذا هو العطاء الإلهي، هذا عطاؤنا، هذه العظمة. بينما تجد الآخرين ذهبوا وانتهوا وبقي علي صلوات الله وسلامه عليه، علي صلوات الله عليه فرغ قلبه عن غير الله فأعطاه الله كل شيء في الدنيا، وفي يوم القيامة يجب أن نذهب هنالك ونرى عظمة علي. هذه العظمة عظمة دنيوية، العظمة الحقيقية تلك العظمة. إذن في الواقع الإنسان عندما يتوجه إلى الله، عندما يدعو الله سبحانه وتعالى، يحاول أن يرتفع إلى هذا المستوى، مستوى تلقي هذا الفيض وتلقي هذه الرحمة. في حديث آخر أن الله تعالى أوحى إلى عيسى بن مريم: يا ابن مريم أدعني دعاء الحزين الغريق. مو هالشكل واحد يقرأ الدعاء يا من أرجوه لكل خير، لا، بحزن، بتوجه، مثل واحد غريق دا يغرق الآن، دا يموت في الماء، شلون يدعو هناك بعد ما عنده أمل، ما عنده توجه إلا إلى الله؟ شلون هذه الحالة؟ هكذا يدعو الإنسان في هذه الليالي وفي هذه الأيام: أدعني دعاء الحزين الغريق الذي ليس له مغيث، ولا تدعني إلا متضرعا إلي وهمك هما واحدا. فقط توجهك إلى الله، ما عليك بغير الله، قل الله ثم ذرهم وهمك هما واحدا. فإنك متى تدعني كذلك أجبتك. أحد الخطباء وهو النظام الرشتي، هذا حدثت له قضية، أنقل هذه القضية. في يوم من الأيام، ما أذكر التفاصيل والأسماء، قضية لعلها قبل 50 عام 40 عام، يقول: ذهبت إلى منطقة من المناطق لكي أقوم بوظيفتي وواجبي الشرعي. وصلت إلى تلك المنطقة ليلا، شفت مجموعة جايين وبيدهم الفوانيس، فانوس يعني، مأخذين هذه الفوانيس، وجاءوا ورحبوا بي واستقبلوني وعانقوني. أنا ما أعرفهم، قلت لابد أنه ذولا يعرفونني من قبل، رأوني في مجالس ثانية، في مواقع ثانية. فالمهم ودعوني إلى المجيء إلى منزلهم، يقول هم ماخذين الفوانيس وأنا أمشي وهم يمشون، رحنا مسافة جدا بعيدة إلى أن وصلنا إلى منطقة منعزلة. رحت إلى بيتهم، قعدوا عندي، رحبوا بي، أخذوا يحدثونني إلى قرب منتصف الليل، وأخذ النعاس يستولي علي. فهم قالوا: أنت نام شيخنا، إحنا بنذهب إن شاء الله بكرة نخبر أهل المنطقة بمجيئك. يقول بعد ما طلعوا من الغرفة نمت وأنا منهك جدا إلى أبعد الحدود. فبمجرد ما نمت وكدت أن أنام، مرة جاء إلى ذهني هذا السؤال: من هم هؤلاء؟ من ذول الجماعة؟ وكيف تعرفوا علي؟ وما الذي يريدون بي؟
هل هؤلاء من الأصدقاء أم من الأعداء؟ لا أعرف. يقول هذا الخاطر عندما أجى في ذهني طار النوم من عيني وأصبحت في وضع لا أحسد عليه. يقول أتيت إلى الباب، أخذت أتسمع، شفت أن هؤلاء في غرفة ثانية دا يهمس بعضهم للبعض الآخر. واحد يقول للثاني نام، هذا الشيخ نظام الرشتي. واحد يقول لا فلننتظر قليلا. الثالث يقول أنه يجب أن نقضي عليه بسرعة. وسمعت أصوات سكين تشحذ، يعني تحد، فعلمت بأنه هذه هي النهاية، أنه ذول مجموعة من أعداء الله أخذوني لكي يقتلوني، وبعد أي أمل ماكو، شنو أتمكن أسوي أنا وحدي وهؤلاء عصبة وقد وقعت في أيديهم، فمن الذي ينجيني؟ يقول وأنا في هذه الحالة، واحد عندما يشوف الموت أمامه، الموت مو شيء يوصف باللفظ، الذين كانوا في منى وشافوا حريق منى يعرفون ما هو معنى الموت وما هو طعم الموت. يقول أنا منهار في هذه الحالة، وإذا بي يأتي إلي المنقذ الحقيقي. المنقذ الحقيقي موجود، المنقذ الحقيقي هو الله سبحانه وتعالى. توجهت إلى الله، لكن من هذا النوع من التوجه اللي فرغ قلبك من غير الله، ادعو الله دعاء الغريق، هذا النوع من التوجه. فتوجهت إلى الله وتوسلت بالله سبحانه وتعالى، واستشفعت إلى الله بسيد الشهداء الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه، وقلت له سيدي أنا قضيت عمري في خدمتك، أنا كنت واعظ، أنا كنت مبلغ، قضيت عمري في خدمتك، أنه أقتل على هذه الطريقة وأذبح على هذه الطريقة. يقول كنت أتوسل، وإذا بهذه الأثناء أشعر بأن الأرض تتحرك تحت أقدامي، والسقف يتحرك، والغرفة كلها تتحرك، وكأن هاتفا يقول لي يا نظام قم واذهب إلى قرب الرف. يقول أنا قمت من مكاني وذهبت إلى قرب الرف، وعندما وصلت إلى هنالك سمعت بدوي هائل وأصوات هائلة، وسقطت مغشيا علي لا أعلم. يقول استمرت هذه الحالة، قمت في صباح اليوم الثاني، رأيت الشمس طالعة وجميع البنايات الموجودة في تلك المنطقة، منطقة تحتوي على أعداء الله، كلهم أعداء الله، كل تلك البنايات قد تهدمت، هزة أرضية جاءت، ولم يبق حياً إلا أنا في هذه المجموعة بجوار ذلك الرف، كلهم، كل هؤلاء أعداء الله أخذتهم هذه الهزة الأرضية وسقطوا صرعى تحت أكوام من الحديد والحجارة والطين. فتوجهت إلى سيد الشهداء صلوات الله عليه وقلت له نعم سيدي، هكذا يدافع المولى عن عبده، عندما المولى يرى عبده في شدة ويراه في ضيق ويراه في كربة، فإن المولى وهو سيد الشهداء وهو الله سبحانه وتعالى بلا إشكال يدافع عن عبيده. إحنا في الواقع ملأ بالحاجات، من منا غير محتاج؟ كلنا محتاجون إلى رحمة الله سبحانه، كلنا محتاجون إلى لطف الله سبحانه، كلنا محتاجون إلى فيض الله سبحانه في هذه الأيام وفي هذه الليالي
واحد يحاول حقيقة أن يرفع نفسه إلى مستوى تلقي هذا الفيض. نقرأ في دعاء الصباح جملات لطيفة: أنه حياضك مترعة في ضنك المحول. عندما يكون هنالك محل وجذب، أي حوض هو الممتلئ؟ وحياضك مترعة في ضنك المحول، وبابك مفتوح للطلب والوغول، وأنت غاية المسؤول ونهاية المأمول. نسأل الله تعالى أن يجعلنا من المرحومين ولا يجعلنا من المحرومين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. شعت شموس الهدي بالكلمات، فأنارت الأفهام بالآيات. أسرج بنور العلم عقلا نيرا، وافتح من القلب الكنز. علمك حين تنفقه زكاة، والمال لا يزكو بلا نفقات. بين الظلام وبين نور مشرق، هدي ينير الدرب بالومضات.